أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل قول بعضهم إن القرآن وألفاظه كلام الله ولكن قراءتنا للقرآن مخلوقة، هل هذا القول صحيح؟ أخذتم هذا في النونية، إن الكتابة والأوراق المصحف وصوت القارئ كل هذه أشياء مخلوقة، لكن المقروء كلام الله جل وعلا، وأما القراءة فهي عمل القارئ. ولذلك تختلف القراءة، الصوت الحسن والصوت غير الحسن، والقراءة المجودة والقراءة غير المجودة، فالقراءة عمل المخلوق، أما المقروء فهو كلام الله جل وعلا. ولهذا يقولون القرآن كلام الباري، القرآن أو المقروء كلام الباري، والقراءة صوت القارئ. نعم.